أكد مركز الاتصال الوطني أن مملكة البحرين ومنذ انتشار فيروس كورونا بمختلف دول العالم بدأت بإجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة إلى مملكة البحرين، وبالأخص المواطنين البحرينيين المتواجدين في إيران، وذلك خلال رحلات جوية مباشرة إلى مملكة البحرين تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية. وأضاف مركز الاتصال الوطني بأن على السلطات القطرية التوقف عن التدخل بما يؤثر على هذه الترتيبات من خلال رحلات جوية تجارية تعرض كافة المسافرين على تلك الرحلات لكل المخاطر الصحية الماثلة بسبب تفشي فيروس كورونا، وكذلك طواقم تلك الطائرات والمسافرين وموظفي المطارات التي تعبر من خلالها تلك الرحلات التي تفتقر للقواعد الصحية اللازمة، كما توصي بها منظمة الصحة العالمية. ويؤكد مركز الاتصال الوطني بأنه يتوجب على السلطات القطرية اتباع القواعد والإجراءات الاحترازية اللازمة لحفظ صحة وسلامة المسافرين وطواقم الطائرات وموظفي مختلف المطارات بما يتوافق مع أنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي. وأضاف مركز الاتصال الوطني أنه قد تم ترتيب رحلة طيران اليوم بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية اللازمة لإجلاء المواطنين العالقين في الدوحة.